هنا درع البلد سوق سويدان من آخر نقطة التي تدعى بيت محمد طه الكراد، كان يتمركز فيها عصابات الأسد، وقام أبطال جيشنا الحر بدحرهم ومعنا أحد القادة الميدانيين لمعركة درع البلد. هنا آخر نقطة يتواجد فيها شبيحة الأسد، وقد دحرناهم إلى الخلف بإذن الله تعالى، وهذا هو حاجز الحزب كما ترون وحاجز النادي، ولم يتبقى منهم أي عنصر باتجاه منتصف درع البلد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.